نعم، بكل تأكيد بعد الغارات الأمريكية التي شنت على مواقع تابعة للحشد الشعبي، وكذلك يعني مواقع أمنية ومواقع لفصائل المقاومة، أعلنت الحكومة العراقية في بيان استنكارها الشديد لهذه الهجمات، وهذه الهجمات تقوض الأمن على مستوى المنطقة، وكذلك سلمت القائم بأعمال السفارة أو الولايات المتحدة الأمريكية ببغداد مذكرة احتجاج، وكذلك أعلن الحداد العام لمدة 3 أيام على أرواح الذين سقطوا بهذا القصف، أرواح الشهداء خصوصا من القوات الأمنية وكذلك المدنيين، أكثر من 40 بين مصاب وشهيد ومن قبل القوات الأمنية والمدنيين في القائم، وعكاشات وكذلك بعض المناطق المتفرقة عفوا. بالتالي هذا كله حسب تصريح الحكومة العراقية، أن هذا يقوض الأمن واستقرار المنطقة ويؤثر على سير يعني المفاوضات في عملية إنهاء وجود التحالف الدولي. بالتالي البعض يتحدث على عدم وجود إنهاء التحالف الدولي داخل الأراضي العراقية، البعض يتحدث على أن يعني الساحة العراقية أصبحت لتصفية الحسابات بين إيران وأمريكا، وبالتالي لا أمريكا تستطيع ضرب إيران من الداخل ولا إيران تستطيع أن تضرب أمريكا من الداخل. بالتالي هنالك يعني أقاويل كثيرة بخصوص هذا الموضوع، ونتمنى أن يبتعد الصراع عن العراق في قادم الأيام. طيب، ما هو أو هل صدر أي تعليق من الفصائل العراقية التابعة لإيران في العراق حول هذا الاستهداف الأخير الأمريكي الأخير الذي طال مواقعها؟ لحد هذه اللحظة لم يصدر أي بيان من قبل الفصائل، لكن أكدوا بعض الفصائل انسحبت، والبعض الآخر أكد يوم أمس على أنه مستمر في مقارعة الاحتلال الأمريكي، وأيضا يعني مستمر في ضرب قواعد التحالف الدولي المتواجدة بالعراق، وهذا ما يؤثر سلبا على أيضا سير المفاوضات، وبالتالي يقع يعني يكون الحكومة العراقية أو تقع الحكومة العراقية بإحراج يعني صعب جدا اتجاه هذه المواضيع واتجاه هذا يعني هذا الأمر الذي أصبح خطيرا على الساحة العراقية. طب يعني هذه الفصائل كانت أن يعني أعلنت تعليقها، تعليق عملياتها ضد القوات الأمريكية في سوريا وفي العراق أيضا، يعني كيف سيكون الرد بعد هذا الهجوم الأمريكي على مواقعها إذن؟ هناك هجمات أيضا متعددة من قبل أمريكا وأيضا حلفائها حسب ما ذكروا في بيانات عدة، وبالتالي الحكومة العراقية يعني اليوم يجب أن تلزم أو تمسك العصا من المنتصف، لا يعني يجب أن ترضي جميع الأطراف ولا تجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات بين إيران وأمريكا مثل ما ذكرنا. هذا من جانب، من جانب آخر يجب أن تمنع الفصائل من قصف البعثات الدبلوماسية وكذلك قواعد التحالف الدولي، وأيضا أن تتخذ هدف وحوار جاد مع الولايات المتحدة الأمريكية بعدم قصف أي موقع عراقي، وبالتالي سوف يكون هنالك توازن بهذا الأمر وعدم مس سيادة العراق لا من جانب الفصائل ولا من جانب أمريكا، وبالتالي سوف يكون هنالك مفاوضات عميقة بين الجانبين، خصوصا السيد السوداني يعني اليوم يعمل بشكل واضح وصريح من أجل لملمة الأوراق وإعادة ترتيب الحسابات من السيطرة على الأوضاع بالعراق. نعم، هذا بالنسبة للموقف الحكومي معتز. ماذا عن الشارع العراقي اليوم؟ كيف يرى يعني هذا التصعيد الأمريكي الإيراني في الساحة العراقية؟ بكل تأكيد الشارع العراقي غاضب من هذه الخروقات المتكررة على السيادة العراقية، سواء كانت من أمريكا أو سواء من كانت من تركيا أو من بعض الفصائل المنتمية لإيران أو من إيران بعد قصفها إلى أربيل، وهذا الأمر صعب جدا على الشارع العراقي. يريد أن تكون للعراق دولة محترمة ذو سيادة ودولة لها مكانتها في الشرق الأوسط، ويجب أن تأخذ يعني مكانتها اليوم
أمس وغدا، وبالتالي سوف يعني يكون العراق واحد من أهم الدول على مستوى الشرق الأوسط. الشعب العراقي غاضب جراء هذه الاعتداءات المتكررة على الأراضي العراقية، لا يريد أن يكون العراق منطلق لحسم الصراعات بين أمريكا وإيران، ولا يريد أن يكون هنالك هو لتصفية الحسابات. الشارع العراقي غاضب على الحكومة العراقية وعلى الفصائل وعلى حتى دول الجوار، على اعتبار هي التي تسبب إراقة هذه الدماء وكذلك خرق السيادة العراقية. يريد أن يكون العراق شامخ وواضح وبعيد عن النفوذ الإيراني وبعيد عن المصالح الأمريكية. نعم زميلي معتز، أشكرك جزيل الشكر على مجمل هذه الإيضاحات. كان معي من بغداد مراسل اليوم معتز أيوب، أشكرك جزيل الشكر.